الضربات الثابته استغلوا ضربه ثابته قدروا يحجزوا منها الهدف التعادل، والجون الثاني مميز جدا من اللعيب محمد صادق. الحقيقه ده مستقبله اكثر من رائع. اكيد هنتكلم عنه بعد ما اخد المشرف العام على الكره بنادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل. منور الدنيا يا باشمهندس. اهلا. الو. اهلا، مساء الخير. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا كابتن، ازيك؟ كله تمام. كله تمام. كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد بلال، والكابتن اسامه حسني بمسوا على حضرتك. اهلا بيكم. اهلا بيكم كمان. مش عايزك تبقى زعلان، يعني هي الكوره كده. وكان في النهارده كمان سوء حظ نادي المقاولين بطرد طاهر محمد طاهر، وكنتوا متقدمين وعاملين نتائج ولا اروع الفتره اللي فاتت يا باشمهندس، فمش عايزك حضرتك تبقى زعلان. لا، هو في بعض النقاط ضربه الجزاء لما تبقى صحيحه 100% اتكلمنا عليها والله. حصل المباراة لما يدي يعني هو كان فاضل انا على الخط الحقيقة، لما خدش انذار يدي الفرقة كلها انذارات. يمكن بعد المخالفة دي يديني انذار برضه. في حاجة برضه تزعل يعني. الحكم لما رصد لاعب يعني انا بقولها يعني واضحة، وان اعتقد ان الاعلى، لكن مباراة كرة قدم أو الإسماعيلي فريق كبير ويحترم. أولا حتى يعني دايما نزلوا ولاد عمنا، ده شيء يعني احنا الكرة فيها برضو اللي الفوز والمكسب برضو اللي زعل برضو يمكن من ضمن الحاجات اللي أنا مش تخز. طب ممكن تخلص المباراة في الشوط الأول وتخذت الشوط الثاني. طبعا ده شيء يعني انا ارفضه تماما. تفتكر ليه يا باشمهندس؟ تفتكر ليه؟ ايه السبب؟ حضرتك بقول لك، حضرتك تفتكر ليه اللعيبه كانت بهذا الشكل الشوط الثاني تحديدا كمان؟ اعتقد يعني انها مش مشكله المقاولين بس، دي يعني للاسف قفل الشعب المصري ان هم طبعا كسبانين 7 ماتشات قبل كده وتعادلوا 6 فوز، فطبعا في شيء لمحه من التعالي شويه على الكوره. ثقه في المباراه الشوط الاولاني، معلش يعني الشوط الاولاني ما عملوش شوط كويس قوي رغم كل شيء، كانوا ممكن يخلصوا. نزلوا الشوط الثاني في شيء خاء من الله، والكلام ده طبعا مرفوض خلال الفتره دي بغض النظر عن مباراه كره قدم. لا، يبقى عارف كويس قوي على قد ما تدي الكره لازم دايما يعني ما فيش حاجه اسمها انت حققت شيء ما يكسب 5 6 ماتشات لسه انت ما حققتش حاجه بالظبط، والمفروض تسعد لما تحقق بالظبط. لما تيجي من المنظر ده فعلا انا زعلان لاسباب كثيره جدا شرحت جزء منها. اكيد يعني كان نقطتين النهارده فقدهم نادي المقاولين كانت جديره ندخل نادي المقاولين في المركز الثالث يا باشمهندس. وحضرتك كنت بتكلم مع حضرتك قبل كده بتقول ان يعني شكلنا وطموحاتنا بقت ابعد بكتير بعد الفوز اللي قدمه عماد النحاس والشكل اللي قدمه عماد النحاس مع نادي المقاولين العرب، فاكيد نقطتين اكيد هتخليك زعلان نوعا ما. اقول لك على حاجه مش سر يا كابتن. اتفضل. ميدو انا زعلان لان هم خسروا كتير قوي. أن اللائحة كانت السعودية معاهم بالظبط شكلات بخاله مرة نبدأ نعد من الأول حاجات كتيرة. اللاعب المصري يغفلها يعني في إيدك القدرة، الفرقة كويسة بتلعب كويس، أنت عندك المقدرة، ده ليه يسيبك شيء من التعالي أو من الاستثمار؟ ده الحقيقة شيء مطلوب بالنسبة لي. بالإضافة طبعا إن طاهر يعني هتحاسب كلام من برضه على هذا الكلام، أنا لسه شاب صغير ولا أود يمكن انا بقول الكلام ده عشان ما حدش يقول لا احنا عندنا في اللائحه، وانا ضعفت الجزاء عليه علشان يتعلم لازم بدري قوي لازم لما يتعالى بهذا الشكل يبقى تصرف ثاني مره السنه دي يحدث منه هذا الكلام. لازم واقفه معاه وهتبقى واقفه جديده شويه لمصلحته قبل اي شيء. بالظبط بالظبط، دي حاجه حقيقه فعلا كنا لسه بنتكلم فيها قبل حضرتك تدخل معانا. كابتن ابراهيم كان بيتكلم على طاهر محمد طاهر تحديدا وقد ايه هو مكسب كبير للكره المصريه قبل ما يكون مكسب للمقاولين العرب، وكمان ليه مستقبل احترافي بالحاله اللي بيظهر بيها، لكن حالته العصبيه بتقلل منه كتير قوي يا باشمهندس. حتى لو ما كانش مخطئ يعني، حتى لو ما كانش مخطئ تحديدا النهارده نفس الشيء.
انذار بدون ده حصل في المباراة طرد الفرقة تبقى كسبانة 1-0 بالظبط تخرج الحقيقة كل الكلام ده لازم يبقى في وقفة معاه عشان نفسه الأول مقبول تماما يعني. بشمهندس هل تعتقد ان حضرتك ممكن تصرف يعني سؤال انا عارف البشمهندس محمد عادل شخصيا يعني لكن سؤال للاداره عموما هل المقاولين محتاج ان حضرتك كمشرف عام على الكوره تقف معاه في هذه الفتره تحديدا بعد هذا او هذه الخساره ولا ان انت فعلا هتفعل اللائحه؟ بص يعني احنا مع وقف مع الفريق طبعا وقف مع الفريق وان المباراه بتاعت الكوره بالعكس طبعا يجب ان انت في كل وقفه الفريق حظا وقليلا ولازم ان شاء الله وان شاء الله والله معاه حد مش مباراه يعني انما زعلي شيء وقفت بجوارب الفرقه والمدير الفني واللاعبين في انا قصدي استغلال الحاله اللي كان على نادي المقاولين مش عايزين احنا انت عارف احنا قد ايه بنحب نادي المقاولين كلنا يعني او الشعب المصري كان بيحب نادي المقاولين قوي مش عايزين الماتش النهارده ياثر على المسيره بتاعه عماد النحاس في الفتره اللي فاتت والحاله المعنويه العاليه جدا لنادي المقاولين اللي ظهر عليها في المباريات السابقه. كان مطلقا بالعكس ده يعني بعد ما بس بنشدهم شويه لازم نقف جنبهم عشان استمرار الحاله دي ونساندهم وان شاء الله برضه هيرجعوا لنفس الظروف تاني مباراه وعدت بكل ظروف اكيد يا باشمهندس كل التوفيق لحضرتك كل التوفيق لنادي المقاولين وان شاء الله تكون يعني خساره عابره وعدت وان شاء الله ترجعوا للانتصارات مره ثانيه